بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنناقش موضوعا مقترحا لاختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا بالنسبة للسنة الثانية من التعليم المتوسط، مع هذا الموضوع الأول وفي وضعيته الأولى. يقول: تنطلق سيارة من مدينة الواد على الساعة 8 مساء متجهة إلى العاصمة، وأثناء السفر صادف حاجز أمني، يعني السائق صادف في طريقه حاجز أمني، قام الحارس بحركة أو بتحريك الذراع. السؤال يقول: ما نوع مسار كل من نقطتين A و B؟ لنلاحظ أن النقطتين هما A و B، هما نقطتان تنتميان إلى ذراع الحاجز. إذا فما نوع مسار كل من نقطتين؟ إذا فالنقطة A مسارها دائري، والنقطة B كذلك مسارها دائري. يقول: ما نوع حركة الذراع؟ فحركة الذراع هي حركة دورانية. وعلى الساعة 6 صباحا وصلت السيارة إلى مدينة الجزائر العاصمة. إذا انطلقت من الساعة على الساعة 8 من مدينة الواد لتصل على الساعة 6 صباحا إلى الجزائر العاصمة. ما هو الزمن المستغرق؟ إذا ببساطة هنا نقوم بالطرح: الساعة 6 صباحا من اليوم الموالي نطرحها من الساعة 8 مساء من اليوم السابق. بمعنى هنا تتم عملية الطرح على مرحلتين، يعني لدينا من منتصف الليل إلى 8 مساء لدينا 4 ساعات، ثم من السادسة صباحا إلى منتصف الليل، أو العكس، من منتصف الليل إلى السادسة صباحا نجد 6 ساعات، وبالتالي نضيف القيمة إلى القيمة السابقة، يعني 6 ساعات زائد 4 ساعات تساوي 10 ساعات كما بينا هنا بدون إجراء عملية الحساب. إذا هذا بالنسبة للزمن المستغرق. إذا كانت المسافة المقطوعة بين مدينتي الوادي والعاصمة تقدر ب 630 كيلومتر، احسب سرعة السيارة بطبيعة الحال السرعة المتوسطة بالكيلومتر على الساعة. إذا لدينا العلاقة VM، السرعة المتوسطة تساوي D على T، أي المسافة المقطوعة خلال الزمن المستغرق. نطبق VM تساوي 630 كيلومتر على 10 ساعات، يكون الناتج VM يساوي 63 كيلومتر في الساعة. إذا هذا متوسط سرعة السيارة خلال هذه الرحلة. نمر إلى الوضعية الثانية. يقول: املأ الفراغات في الجمل بما يناسبها بالكلمات التالية. إذا أعطى لنا جملة من الكلمات يتناسب عددها مع الفراغات الموجودة في هذه الوضعية. إذا يقول في المطلب الأول: تكون حركة نقطة من جسم صلب بالنسبة لمرجع معين مستقيمة إذا كانت المواضع التي تشغلها هذه النقطة المتحركة على استقامة واحدة. ثانيا: تكون حركة نقطة من جسم صلب بالنسبة لمرجع معين منحنية إذا كانت المواضع التي تشغلها هذه النقطة المتحركة تنتمي لخط منحني. المرحلة أو الفقرة الثالثة: تكون حركة نقطة من جسم صلب بالنسبة لمرجع معين دائرية إذا كانت المواضع التي تشغل هذه النقطة المتحركة تنتمي لمحيط دائرة. أخيرا: المسار هو مجموعة المواضع المختلفة التي تمر منها النقطة المتحركة أثناء الحركة. إذن هذا بالنسبة للوضعية الثانية. نمر إلى الوضعية الموالية. يقول: يمثل الشكل المقابل مخطط سرعة لسيارة مرت ب3 مراحل بحركة مستقيمة. أولا: حدد المجال الزمني لكل مرحلة. إذا لنلاحظ كيف نحدد المجال الزمني. هنا نهتم بالإسقاط على محور الزمن، يعني لا نهتم ب القيم الموجودة على محور السرعة، على المحور العمودي. إذن فالزمن لهذه القطعة، لهذه المرحلة، يبدأ من اللحظة 0 وينتهي عند اللحظة 4، بمعنى أن المجال الزمني للمرحلة الأولى هو من 0 إلى اللحظة الرابعة أو الثانية الرابعة. بنفس الطريقة نواصل مع المرحلة الثانية، تبدأ من هذه النقطة، نسقطها على محور الزمن، إذن من اللحظة الرابعة، تنتهي المرحلة عند هذه النقطة وهي
اللحظة العاشرة، إذن من 4 إلى 10 هي المرحلة الثانية. إذن المرحلة الثانية مجالها الزمني من 4 ثواني إلى 10 ثواني. ما تبقى هو للمرحلة الثالثة. إذن المرحلة الثالثة كما نلاحظ الخط يبدأ من هذه النقطة، يعني الانطلاق للمرحلة الثالثة يبدأ من هذه النقطة الموافقة للثانية العاشرة. تنتهي المرحلة الثالثة والمرحلة المدروسة ككل تنتهي عند الثانية 14. إذن المجال الزمني للمرحلة الثالثة هو من 10 إلى 14 ثانية. يقول اذكر طبيعة السرعة في كل مرحلة، بمعنى حالة السرعة وليست طبيعة السرعة. حالة السرعة كيف هي؟ إذن المرحلة الأولى كانت السرعة متزايدة كما تلاحظون من 0 إلى 40. المرحلة الثانية السرعة ثابتة، يعني ظلت طيلة هذه المرحلة من 4 إلى 10 ظلت عند القيمة 40 كم/ساعة. المرحلة الثالثة لاحظ بأن السرعة نزلت من القيمة 40 إلى 0، إذن فالسرعة متناقصة. يقول أوجد قيمة المدة الزمنية التي استغرقتها كل مرحلة. هنا ما عليك إلا بالحساب، يعني الفاصلة النهائية للمرحلة ناقص الفاصلة الابتدائية تجد المدة الزمنية، بمعنى 4 - 0 = 4، 10 - 4 = 6، و 14 - 10 = 4. إذن المرحلة الأولى مدتها الزمنية هي 4 ثواني، المرحلة الثانية مدتها الزمنية 2 = 6 ثواني، المرحلة الثالثة 3 = 4 ثواني. في السؤال الرابع يقول أوجد قيمة سرعة السيارة عند اللحظات الزمنية التالية. هنا صاحب السؤال اختار اللحظات الزمنية، يقول عند T4 ثواني كم هي قيمة السرعة. لنلاحظ عند 4 ثواني القيمة هي 40. ثم في المطلب الثاني يقول T عند 8 ثواني هي داخل هذا المجال، يعني مازال 40. ثم يقول T عند اللحظة T3 عند 14 ثانية، بمعنى في آخر نقطة زمنية مسجلة في هذا المنحنى عندها تكون السرعة تساوي 0. إذن القيم هي كما ذكرنا V1 تساوي 40 كم/ساعة و V2 تساوي 40 كم/ساعة كذلك، في حين أن V3 تساوي 0 كم/ساعة، بمعنى أن الجملة هنا أو السيارة توقفت عن الحركة في هذه النقطة. نمر إلى الموضوع الثاني. الموضوع الثاني هذا نصه، يعني هذه هي وضعيته الأولى معا. الوضعية الأولى يقول يمثل الشكل مخطط تغيرات سرعة سيارة تسير على طريق مستقيم بدلالة الزمن. 1 حدد المجال الزمني لكل مرحلة من مراحل حركة السيارة. إذن نلاحظ هذا مخطط السرعة كما ذكرنا. المرحلة الأولى مجالها الزمني لاحظ بأنها تبدأ من 0 وتنتهي عند 5. المرحلة الثانية مجالها الزمني يبدأ من 5 وينتهي عند 20. والمرحلة الثالثة مجالها الزمني يبدأ من 20 وينتهي عند 25 ثانية. إذن كما ذكرنا المجال الزمني للمرحلة الأولى من 0 إلى 5 ثواني، المجال الثاني من 5 ثواني إلى 20 ثانية، المجال الثالث من 20 إلى 25 ثانية. يقول ما طبيعة أو ما حالة السرعة لكل مرحلة. إذن لا شك أنك لاحظت بأن المرحلة الأولى كانت السرعة في البداية عند اللحظة 0 تساوي 0، وبعد 5 ثواني صارت 40 متر في الثانية. إذن معناها السرعة هنا تزايدت. إذن ففي المرحلة الأولى السرعة متزايدة. تلاحظ بأنه خلال المرحلة الثانية التي تبدأ من اللحظة 5 ثواني إلى 20 ثانية، تلاحظ بأن السرعة ظلت ثابتة عند القيمة 40. إذن هنا نقول أن سرعة السيارة أو سرعة الجملة خلال هذه المرحلة تتميز بالثبات، أي هي سرعة ثابتة، في حين أن المرحلة الثالثة التي بدأت من اللحظة 20 إلى اللحظة 25 لاحظ بأن السرعة كانت في القيمة 40 صارت 0، بمعنى أن السرعة هنا
تناقصت حتى الانعدام يعني التوقف عن الحركة، إذن فنقول السرعة متناقصة. ثم يقول في السؤال الثالث: ما هي قيمة السرعة عند اللحظات الزمنية؟ يعني أعطى لنا لحظتين زمنيتين، عند تي 5 كم هي السرعة، وعند تي تساوي 25؟ إذن نبحث عن تي 5 أين هي؟ إذن عند 5 ثواني هذا هي ترتيبتها، يعني كانت السرعة تساوي 40، عند اللحظة 25 صارت الترتيبة تساوي 0. إذن عند اللحظة تي تساوي 5 ثواني، في 1 يساوي 40 كيلومتر في الساعة، 40 متر، معذرة، 40 متر في الثانية وليس كيلومتر، 40 متر في الثانية، كذلك سنصحح هذا الخطأ. وفي اللحظة تي تساوي 25 صارت السرعة في 2 تساوي 0 كيلومتر، معذرة، 0 متر في الثانية، 0 متر في الثانية. ثم يقول: ما هو الزمن المستغرق في المرحلة الأخيرة؟ إذن الزمن المستغرق في المرحلة الأخيرة، المرحلة الأخيرة بدأت من 20 إلى 25، بمعنى نقوم بطرح الفاصلة الابتدائية من الفاصلة النهائية، 25 ناقص 20 تساوي 5 ثواني، إذن تي 3 يساوي 5 ثواني. نمر إلى الوضعية الموالية. يقول: نستعمل التركيب المقابل من أجل نقل الحركة، انظر الشكل. نسمي هذه الطريقة من نقل الحركة نقل الحركة بالاحتكاك. تنقل الحركة من العنصر A، السهم هو الذي يدل على ذلك، من العنصر A إلى العنصر B، حيث أن العنصر A يمثل الدولاب القائد، بينما يمثل العنصر B الدولاب المقتاد. تكون جهة دوران الدولاب المقتاد عكس جهة دوران الدولاب القائد، في حين يدور الدولاب الوسيط عكس جهة دوران الدولاب المقتاد، وكذلك حتى القائد، يعني هو يدور عكس الاثنين. لجعل العنصر القائد والمقتاد لهما نفس جهة الحركة، نستعمل العنصر الوسيط أو الدولاب الوسيط. يؤدي نقل الحركة إلى تآكل الأسطح المحتكة، يعني هذه عيب وسلبية من سلبيات نقل الحركة بالاحتكاك. إذا نقل الحركة بالاحتكاك يؤدي إلى تآكل السطوح المحتكة للدواليب. يتميز نقل الحركة بالاحتكاك بخاصية مهمة هي سهولة التركيب، كما كذلك يتميز بقلة الجهد المبذول، يعني لا يكلف جهدا كبيرا نقل الحركة بالاحتكاك، بالإضافة إلى إيجابيات أخرى قد تذكرها بدل قلة الجهد المبذول، وتكون إجابتك صحيحة إذا كان الجواب منطقيا وصحيح. نمر إلى الوضعية الثالثة. يقول: توجد أشغال في الطريق عند مدخل القرية، يمتد هذا أو تمتد هذه الأشغال على مسافة 100 كيلومتر، حيث وضعت العلامة المرورية التالية. إذن العلامة المرورية أو اللوحة المرورية مكتوب عليها 40. يقطع راكب دراجة نارية المسافة السابقة، يعني المسافة المذكورة 100 كيلومتر، في زمن مقداره تي يساوي 5 ساعات، بينما يقطعها سائق سيارة في زمن قدره تي يساوي 2 ساعة. المطلب الأول يقول: احسب سرعة الدراجة النارية. إذن هنا نطبق العلاقة VM، السرعة المتوسطة VM تساوي دي على تي. نطبق عدديا، VM يساوي المسافة هي 100 كيلومتر، الزمن المستغرق هو 5 ساعات، VM يساوي 20 كيلومتر في الساعة. ثم نحسب سرعة السيارة، السرعة المتوسطة للسيارة بنفس العلاقة VM تساوي دي على تي. هنا VM تكون 100 كيلومتر على 2 ساعة، وبالتالي نجد VM يساوي 50 كيلومتر في الساعة. يقول: حدد السائق الذي ارتكب مخالفة مرورية. لا شك بأنه صاحب السيارة هو الذي ارتكب مخالفة مرورية. نعلل الجواب، لماذا؟ لأنه كان يسير بسرعة متوسطة قدرها 50 كيلومتر في الساعة، وهذه القيمة أكبر من العلامة المحددة على اللوحة المرورية. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، وموفقنا بإذن الله، وإلى الملتقى مع موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.